وانا في الحقيقه عايز ابتدي بملف المدير الفني، ويوميا هنتابع هذا الملف، ولان طبعا بيهم كل جماهير النادي الاهلي وبيترقبوا الاعلان عن المدير الفني الجديد. لكن الجميل في الامر والمميز جدا في الحقيقه ان النادي الاهلي بياخد خطوات سريعه جدا جدا في اتجاه الاعلان عن المدير الفني الجديد. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ان بدايه من اول امبارح تم دراسه عدد كبير جدا من السيفيهات اللي اتعرضت على النادي الاهلي، حوالي 30 سيفي امبارح بس. يعني شوف حضراتكم، من خلال 24 ساعه النادي الاهلي تقريبا استقر على 5 أسماء يتم المفاضله ما بينهم لقياده النادي الاهلي خلال الفتره الجايه. الاجتماعات مستمره، الخطوات سريعه، بدليل ان خلال ساعات اخرى باذن الله هيتم الاستقرار عن 3 أسماء، ومن ثم المفاوضات تسير مع بعضهم او مع الـ3 أسماء دول، ونشوف مين اللي في الاخر هو اللي هيقود النادي الاهلي طبقا للرؤيه الفنيه الخاصه بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والمشرف على الكره، مع لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي برئاسه الدكتور طه اسماعيل وعضويه الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيب. والاهم في القصه دي كلها ايه؟ ان النادي الاهلي عايز يحسم الملف بسرعه. ليه؟ لان انت خلاص شهر تقريبا وتبتدي الموسم الجديد من خلال مباراة السوبر مع نادي الزمالك إن شاء الله يوم 18/9، وبداية الموسم الجديد بالتحديد في بطولة الدوري يوم 19/9. طبعا انت مش هتلعب 18/19 يعني، لكن لسه هيتم تحديد موعد مباراة الأهلي الأولى في بطولة الدوري طبقا للقرعة اللي لسه هتتعمل، مش عارفين هتتعمل إمتى وكل هذه الأمور يعني. لكن إن شاء الله بإذن الله خلال أيام قليلة جدا هيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، اللي بيتم دراسة مدى إمكانية إن هو يقود النادي الأهلي بشكل مفصل وجيد جدا جدا جدا.